مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور ويا هلا ويا في هذه الأمسية التاسعة من اليوم التاسع تحديدا لأيام الشارقة المسرحية وتحديدا من هنا من معهد الشارقه للفنون المسرحيه حيث تتواصل العروض الخاصه بايام الشارقه المسرحيه وبحضور كبار المسرحيين ونخبه من النقاد والمهتمين والمتابعين على مستوى دوله الامارات العربيه المتحده ودول الخليج العربي والوطن العربي اجمع. بالتاكيد مشاهدينا خليه نحل تتواجد في جميع اروقه المهرجان سواء هناك في قصر الثقافه ام في الايام المخصصه هنا لمعهد الشارقه للفنون المسرحية متواصلين معكم على مدار ساعة كاملة راح نخصص لكم العديد من الفقرات والنقلات المباشرة انتقل في هذه اللحظات إلى زميل إسماعيل الشيباني المتواجد هناك استثنائيا وللمرة الأولى في جمعية المسرحيين وستتعرفون على التفاصيل الخاصة بعرض الليلة مع زميل إسماعيل الشيباني مساء الخير زميل إسماعيل الصوت والصورة لك الآن. مساء الخير زميلي محمد مساء الخير مشاهدي الاعزاء متابعين استديو ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعة والعشرين هنا من جمعيه المسرحيين بالاماره الباسمه مسيكم بالخير والنور والسعاده مساكم مسرح ومساكم هذه التظاهره الثقافيه الفنيه اللي تحتضنها اكيد الاماره الباسمه سنويا واليوم نحن في الدوره السابعة والعشرين من هذا المهرجان الاكثر من رعب وفي هذا العام نحن اليوم في اليوم التاسع يومين بس راح تفصلنا عن نهايه هذا الحدث المميز من ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعه والعشرين. وكاني اسمع اصوات ختام او تصفيق جمهور العرض اللي قاعد يعرض حاليا في جمعيه المسرحيين وهو عرض البوشيه لمسرح راس الخيمه الوطني من تاليف طبعا المؤلف المسرحي والكاتب المميز اسماعيل عبد الله. ومن اخراج اكيد المخرج كذلك الاماراتي المميز مرعي الحليان. مشاهدنا طبعا ضيوف كثار حلوا على هذا المهرجان كل يوم قاعد نشوف اكيد من خلال تغطيتنا انطباعهم عن هذا المهرجان، آراهم فيسعدنا اليوم مشاهدنا كذلك ان نرحب بالفنان رشيد البرومي مدير مسرح انفاس ومؤلف موسيقي مساء الخير وحياك الله معانا في ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعه والعشرين. مساء النور. حياك الله. بدايه لو نتحدث عن اول يوم من ايام المهرجان وعرض عرض الافتتاح خريف نتكلم عن خريف. طبعا كان لنا الشرف ان نزور دوله الامارات للمره الاولى واكتشاف هذا الاهتمام الكبير بالمسرح عموما بالمسرح العربي بالمسرح الاماراتي وايضا بالمسرح العربي بشكل عام كان شرف تقديم اول مسرحيه اللي هي بالمناسبه فازت بجائزه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي نشكره على رعايته لهذا لهذا الحدث العربي الكبير فمهرجان العربي اصبح من المهرجانات هو هو بطبيعة الحال المهرجان الأول العربي إذا قدمنا مسرحية خريف وأعجبنا التلقي الكبير الذي تلقاه الجمهور الإماراتي وعموما إخواننا العرب نعم جميل. استاذ رشيد يعني كون عرض خريف هو العرض الاول من ايام الشارقه المسرحيه في هذه الدوره المميزه يعني نتكلم عن هذه المسؤوليه اللي صارت على عاتق اليوم الوفد المشارك من المملكه المغربيه في هذا المهرجان. طبعا انا دائما نقول بانه الجائزه هي تكليف قبل ان تكون تشريف، طبعا هي مسؤوليه كبيره، اولا كانت هنا هناك كان العرض بالنسبه رهان العرض هو ان نثبت في شارقة واحد وامام اخواني العرب نعم. ان العرض كان كان فاز بجدارة عن بالجائزه نعم. فهذا التوجس كان لدينا حاضرا قبل نهايه المسرحيه نعم. وطبعا التلقي الجماهيري احسسنا بهذا الرد الكريم من الجمهور في تصفيقه وتشجيعه والكلمات النبيله والطيبه التي قدمها في التعليق على المسرحيه كان هذا هذه هي المسؤوليه طبعا المسؤوليه تبدا الان لأن الآن تفتح الأبواب نحو مهرجانات عربية أخرى صغرى أعتقد أو كبرى وهي مسؤولية أيضا قلدها لنا المهرجان, المهرجان العربي سريعا استاذ نتكلم عن رايك بشكل عام بايام الشارقه المسرحيه هذا العام وانت من يعني من متابعي جميع العروض المسرحيه المشاركه، نتكلم سريعا عن رايك بهذه الدوره. سريعا لا احد يختلف اظن لا من الضيوف ولا من المنظمين ولا من المشاركين يختلف حول جديه هذا المهرجان. كانت كانت لنا بالخصوص بالنسبه لمن يزور لاول مره الامارات ومن يحضر لاول مره 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 لمهرجان الشارقه ان يقف على هذه البنى التحتيه المسرحيه الهائله حقيقه ثم على جوده التنظيم انا اركز على هذا فقليل المهرجانات التي تتمتع بتنظيم مذهل ومحكم كمهرجان الشارقه طبعا بالنسبه للعروض لكي اكون صريحا هناك الجيد وكون هناك الأقل جدية ولكن أعتقد بأنه ليس هذا المهم المهم هو أن يظل مهرجان الشارقة مستمرا لكي يتم هذا الاحتكاك هو بالنسبة لنا مناسبة لنتعرف بشكل جيد على المسرح الاماراتي لانكم تعرفون اكثر بان المسرحيه لا تش... لا تشاهد على اليوتيوب فيتفقد اكثر من 60% من اهميتها. ف... وتفاعل الجمهور بشكل مباشر مع الممثل ومع العمل بشكل كبير هو نجاح العمل المسرحي، كل الشكر لك استاذ نحن، انتم لستم ضيوف المهرجان، انتم من اهل المهرجان حياكم الله في الشارجه. ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في الدورات القائمه القادمه باذن الله ان شاء الله شكرا لك استاذي ويعطيك العافيه شكرا شكرا جزيلا مسيره موفقه في عملكم وعمر مديد لمهرجان الشارقه شكرا مره اخرى شكرا, شكراً. كل الشكر والتقدير مشاهدينا اكيد لضيفنا الكريم الفنان رشيد البرومي مدير مسرح انفاس ومؤلف مسرحي نرحب بضيفنا الاخر استاذ نعيم رضوان مؤلف موسيقي مساء الخير والنور والسعاده وحياك الله معنا في ايام الشارقه المسرحيه اهلا وسهلا بك مساء النور عليك وعلى ايام الشارقه المسرحيه الله تكلم استاذ رايك على آه هذه الدوره آه من ايام الشارقه المسرحيه آه الحقيقة أيام الشارقة المسرحية كانت يعني على مستوى الفن بشكل عام وإذا خصصنا بشكل المسرح كانت أيضا على مستوى المسرحيين برغم أنه المسرحيين مثلا مش متفرغين ومش محترفين من ممثلين إلا أنه كانوا بيعطوا فعلا كأنهم محترفين وأشادوا وهذا بيبشر على خلق مسرحيين واعدين وفنانين واعدين اليوم الاحتكاك ما بين يعني مختلف العاملين في قطاع المسرح ان صح التعبير من مؤلفين موسيقيين مهندسين صوت اضاءه منفذين حركات كيف يتم يعني استغلال للممثل الشاب من وجود هذه الطاقات الموجوده اليوم؟ يعني هو اولا طبعا الدراسه لها تاثير كبير جدا والتدريب العملي هي بتكتسب الخبره وبكتسب الخبره في هذا التدريب وهذا العمل لكن الانسان لازم يكون عنده في البدايه اول هوايه والهواية هي مع الخبرة بتزيد الهواية وبيكتسب القدرة على تنفيذ ما يطلب منه أو الأفكار اللي بيصيغها هو أو اللي هي بتتمخض في ذهنه الحقيقة أنه في شباب يعني فعلا في تطلع العصر الحديث هذا أو العصر التكنولوجي اللي هو عصر الإنترنت والتكنولوجيا ففي انفتاح كثير جدا على العالم من خلال الفن أجد يعني شباب فعلا على مستوى دراية جدا من الإمكانيات اللي إحنا كانت على أيامنا إمكانياتها كانت تكون معدومة يعني الآن الجيل اللي, اللي طالع مبدع صحيح ومحظوظ كذلك أستاذ بوجود أكيد الإمكانيات اليوم سخرت يعني لإبداعاتهم يعطيك العافية أستاذي وشكرا لتواجدكم معنا وحرصكم على التواجد في أيام الشارقة المسرحية شكرا لك ويعطيك العافية شكرا لكم وشكرا للشارقة وأيام الشارقة المسرحية اللي بتهتم كتير جدا بخلق نشأ جيل فني واعد شكرا شكرا إذا طبعا كل الشكر والتقدير للأستاذ نعيم رضوان مؤلف موسيقى إذا هذه هي آراء ضيوف المهرجان في أيام الشارقة المسرحية تستمر العروض غدا كذلك راح يكون في عرض آخر من العروض المشاركة هذا العام في أيام الشارقة المسرحية في دورتها السابعة والعشرين هذه دعوة وجهها لكل من فات العروض يحضر ويستمتع أكيد بالعروض المسرحية الجميلة استديو أيام الشارقة المسرحية متواصل في تغطيته ننتقل إلى معهد شارقة الفنون المسرحية والكلمة لك زميلي محمد تفضل شكرا جزيلا للزميل اسماعيل الشيباني، سنتواصل معه مؤكدا مجددا بالتاكيد لنقل التفاصيل الخاصه بالعرض المسرحي بوشير الذي يعرض هناك في جمعيه المسرحيين. اذا ارحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يوم امس شهدت قاعه المسرح رقم واحد هنا في معهد الشارقه للفنون المسرحيه عرضا مسرحيا بعنوان هوى بحري. هذا العرض المسرحي من انتاج فرقه مسرح ابو ظبي، بنتابع من خلال هذا التقرير لعدة عدته الزميل عبير جلال بعضا من تفاصيل هذا العرض هوى بحري. المدينة الهاربة ورحلة بحث انساني من الاغتراب والضياع في عوالم من الوهم والزيف الممتد. هو ما حاول ان يطرحه العرض المسرحي هوى بحري في الليله الثامنه من ليالي ايام الشارقه المسرحيه بدورتها السابعه والعشرين لفرقه مسرح ابو ظبي والذي قدم مساء الامس على خشبه معهد الشارقه للفنون المسرحيه من تاليف صالح كرامه واخراج محسن محمد وبطوله محمد غباشي، بدر الرئيسي، عبد الله انور، وعلي الحي الحيالي من هوا بحري طبعا اقول انه هو هوى دائما باتجاه الانسان يعني الانسان اللي هو يبحث عن الحياه يعني بحد ذاتها والهوى البحري انا في رايي الهوا اللي, اللي بيجيب نسمات انما صالح كرامه اليوم حوله الى هوا ابلي لكي يعني نتلقى السخونه والحراره انا بس عدلت تعديل في اخر النص قلت لهم بيقولوا اذهب الى بلدك اذهب الى بلدك قال لهم لا بلدي يعني انا احسها بقلبي جلسوا يبحثون عن مدينتهم لكنهم في النهاية عاشوا الأمل من خلال شخصية اللي هو سليم اللي دائم الإيهام بأن المدينة موجودة في إطار من الرمزية تنكشف أحداث رحلة البحث المضنية عن الخلاص لأربعة من النماذج الإنسانية المقيدة في بوتقة من الانتظار والخوف والضياع الإنساني والتحولات والانقسامات النفسية الداخلية والخارجية وفق واقع كل شخصية وعلاقتها بمجتمعتها في المدينة التي ضاعت من إنسانها. شخصية صمد الشخصية الغامضة اللي يمشي مع الكل وين ما يروحون يصدق اللي ما يشوفه. وفي نفس الوقت يخلي الناس يصدقون أنه شاف شيء كانت عندي شخصية السجان اللي هي شخصية شافي اللي خلتني فعلاً أتحول من شخصية لشخصية شخصية شريف في مسرحية هواء بحري قاعد تتكلم عن الشخص الرومانسي العاطفي اللي يمكن تشوفونه الناس بشكل جدا سلبي يعني انه قاعد دائما يفكر في عاطفته في قلبه ما يفكر في عقله. لعبت انا كذا دور في المسرحيه هذه مسرحيه هواء بحري لعبت في دور نور اللي هو من ضمن التائهين اللي لين حين لا زالوا يدورون على بلدهم ولعب دور الزوجة لها أبعادها وكذلك لعب دور أسكم الله الكلب العرض المسرحي هوا بحري إسقاطات لواقع عربي راهن ضاعت فيه الأهداف لضراوة قسوته وسراب غده الممتد بزيف وهم البحث عن الاستقرار والأمان في رحلة لفقدان اليقين والإيمان بالأرض والوطن. أرى باب بيتنا وعانقه وأحلم بها. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام هذا العرض المسرحي من انتاج فرقه مسرح ابو ظبي عرض هو بحري بالطبع هو عرض يوم امس هنا في قاعه او القاعه رقم واحد في معهد الشارقه للفنون المسرحيه لاحظنا من خلال هذا التقرير بان هذا العرض يجمع ما بين عدد من الممثلين الواعدين اللي ربما يشاركون للمره الاولى بالاضافه الى نخبه من الفنانين اللي سبق ان شاركوا في هذا المهرجان في أيام الشارقة للفنون المسرحية البعض منهم ربما كانت له تجارب أخرى مع مهرجانات تتعلق مسرحية تتعلق بقطاع الشباب أم حتى القطاعات أو المهرجانات المتعلقة ب أو مهرجان أو مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة طبعا سبق وان تابعنا العديد منهم نتمنى لهم التوفيق بالتاكيد في هذا العرض المسرحي العرض المسرحي حاز على اعجاب من حضروه من الجمهور بالاضافه الى ان هنالك كذلك لدينا عرض خاص بمسرح راس الخيمه الوطني عرض البوشيه واللي قبل قليل نوه عنه الزميل اسماعيل الشيباني متواصلين معكم مشاهدينا الكرام ولدينا العديد من الضيوف سواء هنا في معهد شارق الفنون المسرحيه ام هناك في جمعيه المسرحيين بنتعرف على تفاصيل حلقه الليله والعديد من اللقاءات ولكن بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ومن بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات من هذا النقل المباشر والحي لاستديو ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعة والعشرين تستضيف الشارقه مشاهدينا في عرسها الثقافي المسرحي ايام شارقه المسرحيه كوكبه من المسرحيين والنقاد والمثقفين العرب، ضيفنا في هذه الفقره فنان من دولة شقيقة من مملكة البحرين الشقيقة بدأ مسيرته الفنية عام 1980 ميلادية بالتمثيل والإخراج من خلال مسلسل الجوهرة وقدم بعده العديد من الأعمال الدرامية إلا أنه عشق المسرح فعمل به كممثل عبر عدة مسرحيات على سبيل المثال الحصر السيد سوق المقاصيص وغيرها من المسرحيات الناجحة كما عمل كمخرجا مسرحيا في عديد من المسرحيات مثل الدانة ووجها لوجه نرحب باسمكم بضيفنا وضيف أيام الشارقة المسرحية الفنان البحريني القدير إبراهيم بحر شكرا ساكر الله بالخير شكرا الله معانا الله يخليك احنا يعني العفو ولكن ما قدرنا أن نوجز من خلال هذه الكلمات البسيطة مسيرة عامرة في الحقيقة لكن سعيدين اليوم بتواجدك معنا في هذا أنا آه مستغرب بس أن أنت أوكي يعني أنت يعني لميت شوية من, 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 من تاريخي الفني ولكن اعتقد بداياتي في 74 وليس ب 80 ما شاء الله اي 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 يعني ما شاء الله عملتاج عملتاج. نحن من العتج احنا قلنا بنصغرك عشان قدام الجمهور من العتج الله يعطيك الصحه الله يسلمك خليك اذا البدايات كانت من 1974 والمسيره حافله في الحقيقه بارك فيك. سواء في <applause> الاعمال الدراميه او حتى الاعمال المسرحيه او حتى على صعيد الاخراج نعم خلنا في البدايه نبتدي من هذه التظاهره الفنيه ايام الشارقه المسرحيه، حدثنا عن اهميه المشاركه والتواجد والحضور في هذا المحفل وهذه التظاهره الفنيه متمثله في ايام الشارقه المسرحيه. بدايه يعني احنا لما نقول ان هذه الدوره دوره 27 نعم يعني 27 سنه من الجهد والتعب واكيد بتبرز كثير من الفنانين على مختلف يعني عناصرها الفنيه، مه. من مخرج ومن ممثل ومن مؤلف ومن يعني يعني ديكورست وكل كل ما من يعني يشتغل في العمل المسرحي. صحيح. اكيد هذا التطوير الجميل 27 سنه مه. يعني بالفعل ان الامارات في اعمالها المسرحيه اصبحت بارزه على مستوى الدول مجلس التعاون الحمد لله. وعلى مستوى الوطن العربي، يعني انا واكبت مسيره المسرح الاماراتي لاني انا في اللجنه الدائمه لدول مجلس التعاون ما شاء الله في, في 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 المسرح نعم صحيح فمن 23 سنه فانا في اللجنه نعم. ومواكب كل الاعمال التي قدمت خلال هذه الفتره مه. من بداياتها الى الان، احس ان هذا التطوير الكبير في الاعمال المسرحيه الاماراتيه ننظر لها باحترام، أه. ننظر لها باعمال يعني تقدم اعمال جيده وتنافس دائما على الجوائز من أه. بداياتها الى الان تنافس أه. الامارات وهذه كلها يعني. نتاج أه يعني المهرجانات الدائمه يعني. وخصوصا في اماره الشارقه بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى بفضل يعني فارس الثقافة في الخليج والوطن العربي سمو الشيخ سلطان نعم يعني محبوب. يعني لابد أن يكون هذا التطوير صحيح. لابد أن يكون هذه الأعمال المسرحية صحيح. ونحن نحرص دائما على أن نكون دائما متواجدين في هذه المهرجانات سواء كانت خليجية عشان نشوف مستوى الدول المجلس التعاون في, في هذه المهرجانات نعم. أو على الوطن العربي أو على مستوى الإمارات صحيح. مثل أيام الشارقة المسرحية وجودكم أستاذ إبراهيم إثراء بحد ذاته خصوصا أنكم تلتقون بالعديد من المشاركين هناك فنانين واعدين ربما يشاركون للمرة الأولى هناك فنانين كذلك شاركوا في مرات سابقة لكن الالتقاء بنخب فنية وغامات مثل حضراتك وكذلك زملائك الفنانين من دول الخليج العربي هو بحد ذاته فرصة واستفادة ودائما يقولون يعني فرصة الشاطر ما يفوت الفرصة وهناك بعد قامات موجودة يعني قامات كلكم موجودة فيكم الخير إماراتية والبركة. الآن العامري لازم الإنسان يحرص أن يشوف أعمال نعم صحيح الأنصاري حسن رجب مجموعة عندكم ما شاء الله صحيح. يعني هذه خلاص يعني الله ذلين, ذلين القامات حصل. الله يحفظك <applause> ما عليك زود <applause> الله, <يحبك. تصفيق> الله, يسلم. الله, نستشعر دائما وجود هذه الحميمية والخصوصية في أيام الشارقة المسرحيه، اليوم رؤيتك انت لمثل هذه الخصوصيه، هذا التجمع الفني، لقاءاتكم كفنانين، كمخرجين، كفنيين، ككتاب، مثل هذه الحميميه، حدثنا عنها. انا والله شوف يعني شيء جميل ان 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 نشوف اعمال مسرحيه ونتناقش فيها، يعني احنا طول اليوم قاعد نتناقش في هذه الاعمال التي قدمت او شاهدناها مثلا البارحه صحيح انا كنت اتمنى حقيقه يعني من المسؤولين في ايام الشارقه المسرحي ان يعني تكون هناك استبانات على الاقل مهم. يعني يعني انتم عندكم ضيوف من جميع الدول العربيه يعني والخليجيه حلو ان جميل ان احنا نستلم هذه الاستبانات ونقول راينا في الاعمال المسرحيه وعروض العروض طبعا ديمين. وحتى يعني مستواها وكيف ان انا اتلافى بعض السلبيات صحيح. لازم يكون هناك سلبيات ما تشتغل هناك سلبيات صحيح لكن نحن نريد ان نطور نريد ان نشوف اعمال مو اقل مستوى يعني مهم. ما يصير اليوم انا اشوف عمل رائع مهم. وبكره عمل اقل مستوى نبي تكون الاعمال كلها في مستوى واحده نتمنى طبعا صحيح فنتمنى ان نكون مشاركين في 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 يعني في استطلاع هذا الراي. <applause> جميل جدا. يعني في الاصل المسرح غالبا ما يطرح قضايا تلامس الواقع سواء كانت ذات شان محلي او ذات بعد اكبر يمكن على مستوى الوطن العربي وغيره. اليوم المسرح الاماراتي والمسرح الخليجي قادر على طرح مثل هذه يعني المشكلات التي تواجه المجتمع ومعالجتها في ذات الوقت يعني بنفس يعني احنا احنا ما نقدم معالجات يعني مه. انما نستعرض ونناقش لان انت من تكون عشان تقول والله العلاج يكمن في هذا مه. الشيء لا أن, ان انت تقدم وتستشرق او تستشرف ما سيحدث مه. يعني انت كفنان مسرحي صحيح. مثلا وبعدين القضايا وخصوصا القضايا الانسانيه دي ما لها علاقه بمجتمع خليجي م. او مجتمع عربي يعني قضايا انسانيه يعني بامكانك انك انت تشوف عمل تستمتع فيه لان ذي يخص كل انسان في هذا الكون يعني صحيح فبيكون وايد جيد صح ان احنا نعاني صح ان هناك مشكلات كثيره وكبيره نواجهها احنا في دول مجلس التعاون او حتى الوطن العربي لكن علينا ان احنا نطرحها ونناقشها ونخلي الحلول عند المتفرج ماذا سيرى. صحيح. يعني باختصار انا وصلت للسؤال الاخير الوقت داهمنا سريعا عليهم. اليوم الاقبال من الجيل الواعد من الفنانين الواعدين، هل هذا الاقبال يعتبر مرضي بالنسبه لكم؟ اي طبعا. هو بس يريدون شويه توجيه يعني 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 لا نترك الحبل على القارب يعني يعني الشباب ذيله لما عندهم احساس بقيمه خشبه المسرح اليوم؟ يقدم عمل مسرحي وهذا العمل المسرحي ناجح ويحس بهذا التشجيع وهذا الكم من الموجودين يبتسم في وجهه ويقول له انت عمل عملت عمل رائع هذا يخليه ان يستمر صحيح لكن لما لما ما يكون هناك في توجيه دي مشكله يعني م. ممكن يقدم اي عمل صحيح مو لهناك فبالتالي يحس بال يعني ما نقول فشل انما اقل اكيد فما بيستمر واحنا نبي انه يكون هناك توجيه صحيح. صحيح احنا نتمنى لك ان شاء الله قضاء وقت ممتع مع الزملاء في والحضور سواء من الضيوف في ايام الشارقه المسرحيه ام حتى من الفنانين المشاركين في الختام كل الشكر والتقدير لك الفنان البحريني القدير أعني ابراهيم بحر. وانا اشكركم على هذه الاستضافه الله يحفظك. والله حقيقه ما قصرت يسلم يسلمك الله يحفظك اذا مشاهدينا الكرام ننتقل بكم لمتابعه هذا التقرير حيث يتضمن البرنامج المصاحب للدورة السابعة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية العديد من الندوات والنقاشات النقدية الهادفة بالتأكيد بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمخرجين والممثلين المسرحيين يوم أمس عقدت ندوة حول رؤية المخرج بين الثابت وفي صباح الأمس بالتأكيد ندوة بعنوان الأمس الشارقة والمتحول في فندق هيلتون الشارقة بنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الندوة من خلال هذا التقرير التصدي الميتافيزيقي للكائن نعم. اعتمادا على الانثروبولوجيا، تعميقا للايديولوجيا، نسخا للديماجوجيا. لان المسرح صوت الناس ونبض الواقع. عُقدت صباح امس ندوه فكريه بالتزامن مع فعاليات ايام الشارقه المسرحيه. تحمل عنوان المسرح والالتزام رؤيه المخرج بين الثابت والمتحول وذلك في هيلتون الشارقه وبمشاركه عدد من المسرحيين والممثلين والعاملين في مجال المسرح. يعني هل استطاع اي مخرج في الوطن العربي ان يبني رؤيه متكامله عبر عروضه التي قدمها؟ ثم بعد ذلك هل هناك ظروف استطاعت ان تكسر هذه الرؤيه وان يتحول عن هذا الطريق الذي سار فيه، الحقيقه انه اثارت كثير من الاسئله هذه الندوه وقدمت بشكل جميل جدا عبر اطروحات الاساتذه الذين تداخلوا معنا، كذلك الاوراق الرئيسيه كانت جميله جدا. ناقشت الندوه الرؤى الاخراجيه لعدد من التجارب المسرحيه العربيه والتحولات التي طرات عليها في ظل ما تشهده الاقطار العربيه من حروب وتغيرات اجتماعية وسياسية. الان اقنعة كثيرة كنا نلبسها في تناول النصوص اليوم زحنا هذه الملفات كلها على الطاولة وحكيت عن بعض المخرجين العرب والعراقيين وبعدين حكيت عن تجربتي انا يعني ايضا انتقلت من مسرح الى مسرح ما بعد الحرب الى مسرح اليوم المسرح السياسي نسميه هذه كانت ورقتي والمداخلات كانت غاية بالجمال استطعت في ورقه النقديه ان اضع شيء من تجربتي المتراكمه ومن الاعمال المسرحيه التي قدمتها طيله هذه السنوات في اغناء هذا المفهوم واغناء هذه الفكره انه من هو المخرج المتحول ومن هو المخرج الثابت وما بين الثبات والتحول هناك مسارات كثيره وافاق كثيره اليوم اللي عم بصير حولنا بخلينا نرجع نسال في ناس بتشوف هيدي القيم من منظار تاني وفي ناس اللي نحن بنلاقيه قيم إنسانية بتدعي للإحترام والتسامح والحب هي بالنسبة لنفس القيم بتستعملها لتدعي للعنف وللقتل وللتدمير فبالتالي لحظة شو هون المشكلة وين؟ المشكلة بهل بالتطبيق أو المشكلة بالمفاهيم أو المشكلة بقلب الحراك كله هذا المجتمع أنا برأيي المسرح لازم يسأل حاله كمان أسئلة هيك والمسرحيين لازم يسألوا حالهم هيدي الأسئلة لما كان المسرح مرآة الواقع لا بد له بحسب صناعه من تحولات تتواءم مع نبض الحياة المتغيرة لتنعكس بصياغة جديدة ورؤية مبتكرة ملتحمة بشكل وثيق مع شريان الوطن العربي وما يعايشه من أزمات ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في استديو ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعه والعشرين وتحديدا من معهد الشارقه للفنون المسرحيه، ضيفنا في هذه الفقره كذلك من دوله خليجيه شقيقه لا عنها الا بعد التعريف بضيفنا الكريم، ضيفنا بالتاكيد هو كاتب ومخرج مسرحي. مارس المسرح منذ ربع قرن وتتلمذ على يد كبار رجال المسرح في دولته الشقيقه او حتى على مستوى المسرح الخليجي ومسرح الوطن العربي، تتميز نصوصه الكتابيه بخصائصه ببنائها المتكامل، اثار القضايا العديد من القضايا ورصدها بوعي، من اعماله المسرحيه اوراق مكشوفه، حمران النواظر، ومسرحيه سمهري ارحب باسمكم بضيفنا الكريم الفنان والكاتب والمخرج المسرحي من سلطنه عمان الشقيقه الفنان عماد الشنفري حياك الله حياك استاذ الله. عماد معنا معانا اليوم يا في مرحبا اليوم يا مرحبا بكم وحيا الله الجميع المشاهدين ومنوره بكم الدار ومنوره بكل الضيوف الله يحفظك يسلمك يعني في الحقيقه تمضي هذه الايام عاما بعد عام وصلنا اليوم الى الدوره السابعه والعشرين من ايام الشارقه المسرحيه، برايك اليوم ما هو الدافع لاستمرار مثل هذا الحدث واهميه اقامته بصفه دوريه كتظاهره فنيه مسرحيه. اعتقد يعني الدافع هو موجود بوضوح اللي هو الحركه المسرحيه التي وصلت لها دوله الامارات ووصلت لها دول الخليج، اعتقد انه الايام الشارقه المسرحيه لولا هذه الايام لما تطورت الحركه المسرحيه على مستوى الخليج بشكل كامل <applause> آه لها دور كبير ودور بارز في استمرار الحركه المسرحيه هي استطاعت ان تنتقل من سنه الى اخرى بشكل متطور وبشكل مدروس صحيح. آه فوجود هذه الايام اعتقد هي ليس هي فقط لدوله الامارات او للشارقه انما وجودها هو مهم جدا للمسرحيين جميعا في دول مجلس التعاون فنحن ربما على مستوى دول مجلس التعاون نطلع دائما الى هذه الايام، نطلع مم. الى هذه التجربه، نطلع ايضا للورش، للندوات الموجوده في هذه الايام للاستفاده منها، فاعتقد انه هي هذه الايام هي من صقلتنا، يعني انا اذكر انه ربما في 2004 قدمت عرض في افتتاح ايام الشارقه المسرحيه، فكان بالنسبة لي وكنت في ذلك الفترة في بداية الفترة كان بالنسبة لي دافع للاستمرار والتقدم فأعتقد يعني الأيام الشارقة المسرحية هي من كونت معظم المسرحيين على مستوى مجلس جميل التعاون جميل جدا طيب ما مدى انعكاس مثل هذه الأيام على تطور الحركة المسرحية الإماراتية؟ يعني الآن لما نتحدث عن الحركة المسرحية الإماراتية الكل في الوطن العربي يشير إليها بالبنان يعني الحركة المسرحية الإماراتية استطاعت أنه الآن أن ربما أن تتربع على عرش الحركة المسرحية حتى على مستوى الوطن العربي عندما نتحدث أنه الهيئة العربية للمسرح من من الشارقة فبالتالي يعني هذه الأيام والحركه المسرحيه في دوله الامارات الان هي الاسماء الموجوده الاسماء العروض المسرحيه معروفه على مستوى حتى على مستوى الوطن العربي فبالتالي انا اعتقد انه وجود هذه الحركه ووجود هذه المهرجانات ووجود هذا الدعم السخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي اعتقد هو دافع كبير جدا للمسرحيين حتى لنا في في على مستوى مجلس التعاون صحيح. وهو تطور فبتطور الحركه المسرحيه في الامارات ايضا يكون هناك التنافس على مستوى دول مجلس صحيح. التعاون وتبحث بقيه الدول عن تطوير الحركه في بلدانها صحيح فهذا ايضا يمكن نشعر فيه ونراه ايضا بأعيننا يعني يمكن من نتاجات كذلك ايام الشارع المسرحية وبفضل يعني تبني صاحب السمو لهذه النتاجات واهتمامه ودعمه لها كان هناك العديد من التظاهرات الثقافية المسرحية المراد في الأيام الشارقة المسرحية على سبيل المثال الحصر مهرجان المسرح الخليجي على سبيل المثال الحصر جائزة الإبداع المسرحي وانت يمكن لك تعليق كذلك فيما يتعلق في هذه الجائزة يعني دعنا نكون صريحين يعني حتى نحن ربما بالامس وقعنا كثير من المسرحيين ميثاق جمعيه المسرحيين بالامارات اللي ترفع لصاحب السمو سيدي الدكتور الشيخ سلطان القاسمي هذا الرجل الذي اعطانا الكثير لم يعطي الحركه المسرحيه في دوله الامارات فقط انما اعطاها على مستوى الوطن العربي واعطاها لنا جميعا في دول الخليج يعني هذا الرجل مهما حاولنا قدر الامكان نوجه له كلمه شكر والعرفان لا نستطيع لانه في حقه لانه بالفعل كان خلفنا كمسرحيين يعني دفعنا الى الامام دفعنا من خلال المهرجانات اقام لنا مهرجان خليجي وهذا المهرجان سخي جدا في في سواء في في الدعم المقدم لهذه الفرق ودعمنا حتى الآن على مستوى النصوص وعلى مستوى التأليف والمسابقات نعم. المسرحية ودعمنا أيضا كمسرحيين عرب على مستوى الهيئة العربية للمسرح صحيح فأعتقد أن هذا الدعم حفظه الله يعني وطال الله في عمره يعني بوجوده استطعنا أن نتحرك كمسرحيين إلى الأمام وأن نضع لنا بصمة كمسرحيين خليجيين وكمسرحيين أيضا على مستوى الوطن العربي وحتى الآن على المستوى الدولي والإقليمي صحيح يعني تستضيف الأيام العديد من الشخصيات الفنيه البارزه في مجال العمل المسرحي يعني تحرص اللجنه المنظمه للايام على جمع مثل هذه الخبرات وحضرتك احدهم بالتاكيد، اليوم ما اهميه استقطاب وتواجد مثل هذه الخبرات سواء للايام او حتى للفنانين الواعدين المشاركين في هذه الايام؟ طبعا وجود الـ اي الـ ربما اي خبرات موجوده في اي مهرجان هو تناقل الخبرات من جيل الى جيل اخر، <applause> يعني عندما يحتك الجيل الشاب بجيل سبقه بسنوات طويله صحيح. ياخذ الخبره منها اعتقد انه يكون كثير من الامور تكون سهله بالنسبه له في 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 سواء من المنظور الفني من المنظور الـ يمكن الـ 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 التجربة على مستوى التجربة فبالتالي هذه الخبرات وتواجدها واحتكاكها بمختلف الأجيال اعتقد انه تساعد في النهوض بالحركه المسرحيه وانا اضرب مثال ربما الاخوان القائمين على ايام الشارقه المسرحيه الان يستضيفون حتى الطلاب ناشئين من معاهد المسرحيه بمختلف الدول العربيه صحيح. للاحتكاك وهذا بحد ذاته نقل خبرات ونقل تجربه من جيل الى اخر لا. وهذا مهم جدا اذا اردنا الاستمرار واذا اردنا ان ايضا ان تنطلق الاجيال القادمه من حيث انتهت الاجيال الحاليه من تجربه وايضا من من خبره <applause> طيب دعني اوجه لك يعني هذا التساؤل اللي يشغل بال الجميع سواء المهتمين في قطاع المسرح او حتى الاعلاميين او الجمهور بشكل عام اليوم هل المسرح قادر على عرض القضايا ومناقشتها وحلها في زمن التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد هل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد اثر في عرض هذه القضايا اللي تعرض في المسرح وحلها يعني انا اقولها دائما متى ما توجه المسرح الى الجمهور يستطيع ان يصل اليهم مباشره بحل القضايا الاشكاليه اذا كنا نحن نوجه هذا الخطاب للنخبه او للمختصين ولكن اذا اردنا لهذا التكوين ان يحل مكان هذا ايضا حتى حتى في الاتصالات الحديثه <applause> آه سواء من فعلينا ان نتوجه مباشره الى الجمهور في قضايا ان ايضا ان نلامس هذا القضايا باحساسنا ومن خلال ايضا يصل بصوره جميله يصل للمتفرج، اعتقد اننا نستطيع ان يبقى المسرح هو الحياه بالنسبه لنا جميعا وللمتفرجين يعني لا فائده من وجود مسرح اذا لم يكن هناك بالفعل من يشاهد هذا المسرح ومن يتاثر بهذا المسرح ومن يستطيع ان يرى هذا المسرح يلامس قضاياه، فاعتقد علينا ايضا وعلى الكتاب وعلى المخرجين ان يهتموا بهذه الجزئيه، نحن هنا واعتقد لا نقدم مسرح من اجل فقط المهرجان انما نقدم مسرح من اجل الناس ومن صحيح. اجل الجمهور ومن اجل في النهايه ان نبحث عن ماذا نقول ولمن نقول وماذا نريد ان نقول ايضا صحيح صحيح طيب اليوم التطور التقني كذلك يعني اصبح يطغى على جميع المجالات من ضمنها المجال الفني اليوم تطور التغني هذا يبرز من خلال الديكورات الخاصه بالعروض المسرحيه او حتى في المؤثرات الصوتيه وغيرها طيب هل هذا العامل اصبح عامل مساعد يضيف ويخدم العروض المسرحيه ام انك انت تفضل العمل بالنظام السابق اللي هو يخلو من وجود مثل هذه التطورات او خلني اقول لك التقنيات الحديثه اللي ربما البعض يعني يعتبرها نوعا ما لم تضيف شيئا العرض هو عرض مسرحي، م. سواء كان بتقنيات حديثة أو كان بدون تقنيات أو حتى لو يكون عرض بدون حتى قطعة ديكور، م. القضية هو هل هذا العرض يصل إلي كمتفرج؟ م. هل نستطيع بهذا العرض أن نحمل القضية ونجعلها تصل بشكل سلس وبسيط للمتفرج؟ الآن التقنية أصبحت متطورة بأكثر مما يمكن البعض اطلع عليه، التقنية أصبحت متطورة ربما حتى في استخدام الأبعاد الـ الشاشات ذات البعد الرباعي والشاشات التي تجسد حتى الممثلين على خشبه المسرح صحيح. فبالتالي هذه التقنيه هي ربما قد لا تحل مكان الممثل ولكن تساعد أيضا حتى في استقطاب جمهور مختلف ربما جمهور الآن الشبابي يبحث عن عروض مختلفة بعض الجمهور عن عروض صحيح. مختلفة في الشكل في التقنية في الدور صحيح. فبالتالي بوجود هذه التقنية على خشبة المسرح أيضا في عروض مختلفة تصل أيضا للمتفرج أعتقد أن العرض لا يختلف سواء كان م. بتقنية أو بدون تقنية ولكن هل وظفت بشكل نستطيع من خلاله ان نقول الرساله التي نريدها من خلال المسرح، هذا صحيح. هو ما في الامر. صحيح. يعني طيب في الدوره السابعه والعشرين في هذا العام تحديدا، ما الذي لفت نظرك في العروض المسرحيه اللي تابعتها واللي شاهدتها؟ حقيقه اولا انا اشيد باللجنه التي اختارت العروض المشاركه المشاركه في المهرجان واختارت العروض على هامش المهرجان لا يعني لو رجعنا للعروض التي شاهدناها الى الان نجد ان اللجنه بالفعل وفقت في اختيار العروض المشاركه رغم انه هناك كثير من العروض ولكن هناك ضمن المسابقه اربعه عروض فقط وهي بالفعل عروض نخبويه ممتازه تستطيع ان تتنافس فيما بينها فبالتالي أنت تشيد يعني في قرار أنا اللجنة، أنا بعض يتحسس نوعاً. طبعاً لأنه هي. هو يتحسس لأنه هو في النهاية مجهود يريد أكيد. أن يدخل صحيح. المسابقة، ولكن من ناحية فنيه يعني من ناحية ربما إنسان محايد أنا لا أعرف ربما صحيح. حتى مختلف المخرجين في بقية العروض، ولكن إنه أجد صحيح. إنه هذه اللجنة أعطت كلمة حق في نوعية العروض إذا لم يستطع العرض أن يكون عرض منافس بشكل. يعكس ما ما وصل اليه المسرح بدوله الامارات وايضا بالشارقه فاذا ليس له الحق ان يكون من ضمن العروض المنافسه أكيد. انا اعتقد هذا وجهه نظري فشكري لهم صحيح. لانه اجد انه اختيارهم كان موفق صحيح الفنان العماني القدير عماد الشنفري نتمنى لك ان شاء الله طيب الاقامه في دوله حلو. الامارات العربيه المتحده واماره الشارقه شكرا جزيلا لك الله الختام. يحفظك يا رب. الله يحفظك حلو. يسلم اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام هذا النقل المباشر والحي لاستديو ايام الشارقه المسرحيه في دورتها السابعه والعشرين نقلنا اليوم كان من هنا من معهد الشارقه للفنون المسرحيه نذكركم مجددا بان النقل المباشر والحي لفعاليات ايام الشارقه المسرحيه متواصل معكم ولكن على قناة شرقية من كلباء دمتم في حفظ المولى تصبحون على خير